الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلدي وكان معلون على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا حلقه شتويه، ما تمشيش مع الجو اللي احنا فيه دوت، بس عايزه اقول لكم احنا صيف شتاء بناكلها، صيف شتاء بنحبها. تعتبر كده الاكلتين اللي هنعملهم النهارده او الصنفين اللي هنعملهم النهارده من مسببات السعاده لناس كتير. انا اعرف ناس شخصيا اصحابي قوي مجرد ما بنيجي ناكل الاكله دي هو بتقلب معاهم بضحك، ما نعرفش ايه اللي بيحصل، بتقلب معاهم بسعاده غير طبيعيه، ضحك على الفاضي والمليان، تهريج وهزار، هو كده هي مزاجها لما بتاكل الكسكسي اللي احنا هنعمله النهارده ده تحس ان هي بتتغير، بتهس على كل الناس، بتضحك مع كل الناس. ما هي بنحاول ان احنا ناكلها الاكله دي وهي في البيت، ما بنخرجهاش، على فكره اللي انا بقوله ده حقيقي مش ضحك، وهي بتتفرج عليا دلوقتي وعارفه ان الكلام عليها، فعلا في اكلات من مسببات السعاده، اللي هي تقول لك ايه؟ أكلة تعدل المود. أنا مثلا مسببات السعادة عندي فسيخ وينج، واحدة صاحبتي مسببات السعادة عندها كسكسي، واحدة تانية مسببات السعادة عندها شوكولاتة، واحدة تانية مسببات السعادة عندها إن هي تعمل شوبينج وتنزل السوق وتروح وتخرج، واحدة تانية مسببات السعادة عندها فيلم أجنبي كده مع كوباية النسكافيه بتاعتها وخلاص. كل واحد ليه سبب من مسببات السعاده، وبتفرق من كل شخص لشخص. يعني حد تاني يقول لك لا يا ابني اكله عاديه ايه المشكله، لا لا لا، لناس تانيه بتبقى حاجه تانيه خالص وبتاخدهم في حته تانيه خالص. طيب احنا النهارده عاملين اكلتين من مسببات السعاده. عاملين اول حاجه هي الكسكسي، هنعمله على قدينا. طبعا في ناس بتستسهل كتير، بتجيب العلبه اللي هي جاهزه من بره او بتجيبه جاهز من عند الفطاطري وتبدا ان هي دوب بس تقلبه بمعلقه سمنه وتبدا تحط عليه السكر البودره والمكسرات، صحتين وعافيه على قلبكم. في ناس بقى بتبدا ان هي لما بيكون عندها فرح او حنه او عندها او عندها اي مناسبه، قرايه فاتحه، ايا كان، في تقاليد وعادات في بناء في اغلب البلاد ان هم لما يكون في لمه زي كفته الرز كده، ان هم يقول لك ايه؟ لا احنا هنعمل كفته رز والحلو كسكسي، هنعمل كفته رز والحلو رز بلبن، اللي هو ايه؟ لازم تبقى معموله بكميه كبيره. فما بيجي يعملوا كميه كبيره بيعملوها في البيت، بيعملوا بقى بايه؟ شوال الدقيق، يعملوا بال10 كيلو دقيق، 5 كيلو دقيق، على حسب كميه الناس اللي موجوده وعدد الناس اللي هتكون هتاكل منها. طيب احنا النهارده هنعمل في كيلو واحد، هنعمل بالطريقه السهله اللي هي ايه؟ عندي الكبه هبدا ان انا اخلطها فيه مع شويه ميه، شويه ميه، رشه ملح، هنبدا ان هو يبقى عامل زي الرمل. هناخد المنخل بتاعنا هنبدا ان احنا نشتغل عليه. ما عندكيش المنخل الكبير بتاعنا اللي احنا بنستخدمه دايما ده، ما عنديش اي مشكله يبقى منخل سلك صغير. حد هيقول لي ما ينفعش ان احنا نعمله في مصفى، لا لازم المنخل. ليه؟ لان الحبيبات بتاعت الدقيق مع الميه بتبدا ان هي تكتل، بتبقى مكتله تقيله تخينه، فلازم المنخل السلك علشان نبدا ان احنا نعمله عليه، علشان ينزل لنا حاجات رفيعه خالص كده او حبيبات رفيعه. لما نبدا ان احنا نعمل الدقيق هنا وهو تخين ومكتل يبدا ان هو يتنخل في المنخل السلكي ده عشان ينزل لنا حبيبات الكسكسي الرفيعه. طيب قبل ما نبدا في المقادير بتاعتنا وقبل ما نبدا في حلقتنا نصبح على ام علياء ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، ازيك يا شيخ؟ صباح العسل يا ام علياء، عامله ايه؟ يسعد صباحك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. انت طيبه وبخير وصحه وسعاده يا رب، تسلمي وتعيشي. ربنا يخليك يا شيخ. من عامله ايه؟ انا زي الفل طول ما انت بخير، تسلمي يا رب. الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يجعلك دايما زي الفل يا رب. اللهم امين، انت واحنا وجميع ما خلق. ممكن بعد اذنك يا شيخ نعمل اهداء؟ عينيا اتفضلي اموري. انا الامر لله، ربنا يخليك. انا عايزه ابارك لروان واقول لها الف الف مليون مبروك يا روان من خلال حضرتك، واقول لها ربنا يبارك لروان على خير يا رب يسعدها يا رب. الله روان انسانه محترمه وتستاهل كل خير، ببارك لك يا روان وبقول لك الف مليون مبروك يا حبيبتي، ربنا يهنيك ويسعدك يا رب. يا رب اللهم امين. شكرا لك يا ام علياء. شكرا يا شيخ حبيبتي، نورتيني. انا كمان من مكاني هنا بقول لروان الف مليون مبروك، ربنا يا رب يسعد قلبك ويسعدك باحمد يا رب، ويحنن قلوبكم دايما على بعض ويجعلكم دايما سند لبعض. روان ناس كتير تعرفها اسما لكن ما تعرفهاش شخصيا، بس احنا عشان نعرفها شخصيا روان من البنات القليله اللي في البلد اللي بتحب شغلها اكتر من نفسها، وبتحافظ على شغلها جدا 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 وبتهتم بيه جدا وبتهتم بكل تفاصيله، من البنات اللي فعلا يتقال عليها ان هي قد المسؤوليه، بعيدا عن شخصيتها الرائعه وبعيدا عن اخلاقها اللي فوق الوصف ما شاء الله، ربنا يحفظها لاهلها يا رب. بس هي فعلا بنوته كلنا بنحبها، وكلنا بنحبها دي مش من قليل، احنا كلنا بنحبها عشان هي فعلا تتحب. الف مليون مبروك يا روان، وربنا يسعد قلبك يا رب وترجعي لنا بقى بمليون سلامه ان شاء الله. طيب ندخل في الكسكسي اللي احنا هنعمله النهارده، الكبه الحلوه بتاعتنا. كميه الدقيق دي ممكن ما نحطهاش كلها، ممكن احط نصها لان احنا مش مرتبطين بكميه ميه، يعني مثلا مش هقول كيلو دقيق عليه كوبايه ميه، كيلو دقيق عليه كوبايتين ميه، مفيش الكلام ده. انا هاخد دلوقتي كده واوريكم هنعمل ايه.
هنحط نص كمية الدقيق ده كيلو، انا ممكن اخد نصه بس بالشكل ده كده، رشة من الملح بسيطة قوي كده، وهنبدأ ان احنا نجيب مية من الحنفية عادية. هو مقادير الكسكسي ايه؟ مية ودقيق، دقيق ومية وملح بس، رشة ملح بسيطة، وعندنا الدقيق وادي المية. المية هتنزل بمقدار بسيط برضو شوية شوية لحد ما يبدأ يلف معايا ويبقى عامل زي الرملة المبلولة. طيب بعد ما يبقى عامل زي الرملة المبلولة هنمشي مع بعض خطوة خطوة عشان نشوف هنعمل ايه. طيب انا دي كبيرة قوي عليا كده. طبعا في بلاد عربية، في الجزائر وتونس والمغرب، الكسكسي عندهم ده وجبة أساسية من التراث، بس ما اسموش كسكسي، اسمه كسكس. الكسكس عندهم ده، أو الكسكس المغربي، بيتعمل بالخضار وبيتعمل باللحمة وبيتعمل بالفراخ وبيتعمل بالبط، وفي ناس كتير بتعمله باللحمة الضاني أكتر كمان، وبيعملوا معاه كوسة وبيعملوا معاه جزر، بيعملوا معاه حاجات كتير جدا، وبيتفننوا في عمايل الكسكس المغربي. لكن احنا عندنا هنا في مصر الكسكسي بالنسبة لنا هو صنف حلو، قليل قوي لما تلاقي في بلاد في الأرياف بتاكله حادق، يعملوا عليه دكر البط ويسقوه بالشوربة بتاعته كده، قليل قوي لما تلاقي حاجة زي كده. وفي أرياف عندنا، أو في بلاد الأرياف اللي عندنا أو المحافظات، في عندهم الأساس ده، أساس عندهم إن هم في أي عيد أو في أي مناسبة ياكلوه بس حادق، يسقوه بشوربة البط، ولازم الشوربة بتاعته تبقى دسمة، دسمة قوي. بصي، هو فراخ او لحمه، لو هتبقى لحمه تبقى لحمه ضاني عشان بتبقى دسمه زياده، ولو وبيعملوه بالاكتر بالبط عشان الشوربه برضو بتاعته بتبقى تقيله، فهم بيختاروا الصنف اللي يبقى الشوربه بتاعته تقيله. اللحمه ضاني تقيله جدا، الدسمه بتاعتها، البط دسم جدا، اتقل من الفراخ. وفي ناس بتعمله بالفراخ على حسب كل واحد وكل ذوق. لكن احنا كقاهريين هنا في القاهرة وفي الوجه البحري والكلام ده كله، الكسكسي بالنسبة لنا صنف حلو، اللي هو بيتعمل حبة السكر البودرة، يتعمل الأول يتقلب كده بحبة حتة سمنة بلدي كده، الريحة بتاعتها تطلع في منتهى الجمال. أنا واحدة من الناس بحمر له جوز هند، بحمر له جوز هند وبيتحط مع الزبيب ومع المكسرات مع رشة السكر البودر. في ناس بتغلي له حليب وتبدأ إن هي تصبه مع الكسكسي، أنا ما بحبش حتة الحليب دي شوية، ممكن أشرب الحليب سخن لوحده كده وآكل الكسكسي يبقى مسكر. كل واحد على حسب ذوقه، كل واحد على حسب اللي عايزه. فإحنا النهارده هنعمل الأساس بتاع الكسكسي، عاملين طبعًا كسكسي جاهز يا دوب بس هنقلبه بالسمنة بتاعته، لأن الكسكسي بياخد كذا مرحلة، بيبدأ إن هو يتعمل ويتحط على النار ويبدأ يترد للمنخل ويرجع النار تاني، ويرجع يترد ويرجع للنار تاني، بيترد مرتين. حته تترد مرتين دي بتاخد وقت، فممكن تاخد منك هلكه، انت تحسي ان هي هلكه، بس في ناس عندها مزاج ان هي تعمل الكسكسي على ايديها من الالف للياء. طيب احنا هنحاول نعمله من الالف للياء النهارده ونشوف هيتعمل ازاي. كبه، حطينا نص كميه الدقيق، هبدا اشغل رشه الملح، هبدا اشغل بالراحه. شايفين شكل الدقيق؟ بصي يا حمدي، تحسوا ان هو بدأ يفرول، عامل زي الرملة المبلولة بيخرز. الله ينور عليك، بصوا. طيب ماشي تمام، جدع يا نادين، مش مستم يعني مش متوقعها منها بصراحة. نبدأ ان احنا نعمل كده ونجيب شوية المية. ارجع واقول على حسب ما بيسحب منك، ما اقدرش احدد اذا كان كيلو دي ياخد نص كوباية، نص كوباية ونص كوبايتين، على حسب ما يسحب منك. اشغل تاني. ازاي يا نونا ان الكميه دي بتاعت الميه اللي انا حطيتها خلاص، انا مش عايزه زياده تاني؟ هوريكي حالا دلوقتي.
انا المفروض بقى هو بيبقى طبق كبير، بس انا اتعمدت ان انا احط مصفى كده عشان يبقى باين قدامكم كل حاجه. هبدا اعمل كده واروح واخده الدقيق اللي اتعمل بالميه. بصوا بقى هيبقى عامل ازاي، بصوا. لا لسه فيه، لسه فيه، شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا شايفين المنظر، بس بصوا مكتل، شايفين؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ ده دلوقتي جه وقت المنخل نفسه، بعمل كده وابدا ان انا اعمل كده. لا ده مش بس، ده نخل. بس انتي بصوا على الهادي كده عشان شايفين، علشان ادي، شايفين المنظر، ببدأ بالراحة خالص انخل، شايفين، علشان ينزل على الهادي. بصوا المنظر عامل ازاي، ينزل على الهادي، بصوا المنظر، شايفين الحبيبات بقت ناعمة خالص ازاي. شايفين ده فايدة المنخل اللي احنا بنعمله. تسلم ايديكم والله العظيم. شايفين المنظر على الهادي خالص. طب لو عملناه بسرعه، يعني انا لو مسكت كده وبدات ان انا ابرم بسرعه او ان انا انخل بسرعه، هتلاقيه كتل، هتلاقي الحبيبات دي برمت. يعني ايه برمت؟ يعني هتلاقيها ان هي كتلت معاكي وبدات ان هي تتخن معاكي. بص المنظر ما شاء الله، اللهم بارك، على الهادي كده بضغطه بسيطه ببطن ايدك. بصوا جمعت كل الدقيق في النص اهو، عشان كده اهو، شايفين جمعت كله في النص كده اهو، تاني كل اللي في الجوانب، وابدا ان انا اعمل كده. شايفين بصوا، طبعا وانا بعمل كده فيه بينزل في الاطراف، بعد ما ينزل في الاطراف كده اهوت، ما ايه ما استعجلش عليه، اروح عامله كده اهو، لميته كل الاطراف تاني في الجنب، ابدا ان انا اعمل كده على الهادي خالص ببطن ايديكي على الهادي، مفيش حد بيجري ورانا، مفيش حاجه. بصوا بقى شايفين، ده اللي انا بتكلم فيه، ضغطه بسيطه زياده هتلاقيه ان هو كتل كده. شايفين انا بقى مش عايزه كده اهو، بصوا على الهادي بالشكل ده كده اهو، لحد ما بتخلصي الكميه كلها اهو. نلم الجوانب تاني، شايفين كده. عينيا حاضر، شايفين بصوا، شايفين بيفرط ازاي. هتلاقوا ان الكميه اللي بتتحط اصلا اللي بتتجمع في النص عماله بتقل. ليه عماله بتقل؟ لان كله بينزل تحت. بصي يا حمدي بقى تحت كده، بصوا شايفين، شايفين، بصوا شايفين، شفتوا المنظر عامل ازاي؟ تسلموا لي يا رب، تسلم ايديكم انتوا. بصوا المنظر، بصوا مفرط خالص ازاي. ده كده حبيبات كسكسي، بس دي حبيبات كسكسي نيه، دي كده لحد دلوقتي لسه دقيق وميه، ما بقتش كسكسي. تبقى كسكسي امتى؟ هنعرف لما نرجع من الفاصل ان شاء الله، ونشوف الخير اللي عندنا ده هنبدا ننقله كسكسي ازاي. اسال. ده حقيقي. هقول لك، طيب بصوا هقول لكم على حاجه، فعلا هم اهالينا زمان بيعملوا كده، علشان كده لما بنيجي نجيب كسكسي امهاتنا يقولوا ايه؟ كل الستات الكبيره اللي بتتفرج عليا دلوقتي، كل امهاتنا اللي بيتفرجوا عليا عارفين ان الكلام دوت بتاعي صح. طيب بيقولوا ايه؟ حطي سكينه على طبق الكسكسي او جنبيه علشان ما يتشمش. يعني ايه يتشم يا ماما؟ يعني دوت الكسكسي ده اكله مشمومه. يعني ايه اكله مشمومه؟ يعني كل اللي حوالينا بيجوا عليها. ايه بقى كل اللي حوالينا؟ هم مش قصدهم على البني ادمين، هم مش قصدهم على البني ادمين، اعوذ بالله، يعني ربنا يكفينا الشر، قصدهم على الابراص. ونفس الكلام مش الكسكسي بس، نفس الكلام البطيخ،
تقول لك دايما تحطي، لو هتحطي بطيخه في الثلاجه هتحطيها في المطبخ، هتحطي طبق كسكسي في الثلاجه هتحطيه في المطبخ، لازم يبقى جنبيه سكينه. هم معتقداتهم كده، واحنا اتربينا على كده، ان احنا نطلع ادام في كسكسي في البيت او في بطيخ لازم البطيخه لو مقسومه اتنين ومفتوحه، مقفوله عادي ما فيهاش اي مشكله، لكن البطيخه لو مفتوحه يقول لك ايه حطي عليها سكينه لا تتشم. تفتكروا الكلام ده صح؟ يعني انا لو ما حطيتش عليها سكينه هتتشم فعلا، والبرص لو هو فين هيجي عليها ويبخ فيها حاجه، والكسكسي نفس النظام. تفتكروا الكلام ده صح ولا لا؟ هو احنا طلعنا عليه، ما نعرفش اذا كان صح ولا لا، بس اهالينا وجدودنا زمان بيقولوا كده والله اعلم، وبيحصل فينا كده. بنلاقي اصدق فعلا والله هو ما اعرفش بقى بيبقى وهم ولا ده فعلا حاجه، ما اعرفش بيبقى وهم ولا ايه، بس احنا فعلا لما نيجي ناكل كسكسي ونزود فيه او ناكل بطيخ ونزود الكميه ما بنحطش في دماغنا ان احنا عشان زودنا كميه، لا 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 ده اتشم، لا هي زي ما ماما قالت اصل احنا سايبينه عريان، اصل احنا سايبينه من غير ما يتحط عليه سكينه، فهو عادات وتقاليد وحاجات بتترسخ في دماغنا بنكبر وبنشيب عليها ما شاء الله، اللهم بارك ربنا يحفظهم لنا يا رب. طيب نطلع فاصل ونرجع نشوف الخير بتاع النهارده دوت هيتحول ازاي من شويه دقيق وشويه ميه لحبه كسكسي يتستاهل بقكم. بعد الفاصل ان شاء الله نكمل اللي احنا بنعمله، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. ورجعنا من الفاصل، عملنا الكسكسي وعملناه اول رده ليه مع المنخل بتاعنا. عندي المفروض ان في حله اسمها حله كسكسي، حله الكسكسي دي بتبقى حله وفوقيها وصفه بتتباع اصلا اسمها حله كسكسي، بس ده للناس اللي بتعمل بقى كميات كتير وفي الارياف وبيعملوا بقى عزومات وبيعملوا مواسم والكلام ده كله. لكن لما اكون عندي في البيت مثلا هعمل كيلو نص كيلو، ده انا النهارده ما كملتش حتى كيلو دقيق، يا دوب هعمل على قدي، بس انا عايزه اعمل الكسكسي زي ما نونا ما عملته من الالف للياء، تبقى كل حاجه كده ابقى ايه احس بلذه الانتصار وبلذه الانجاز ان انا عامله حاجه انا حباها. طيب كل اللي هتعمليه يا ست الكل، انا محتاجه حله فيها ميه بتغلي نصها، عليها مصفه من فوق بالشكل ده كده، وعايزه غطا الحله، ومحتاجه شاش من اللي بيتباع عند بتاع القماش. انا لسه هروح اجيب شاش علشان احط اعمل حبه كسكسي؟ ده شراء العبد ولا تربيته يا شيخه؟ ده انا ممكن اروح اجيب علبه كسكسي وادام انا بس اللي بحبه هروح اشتريها من بره وخلاص. عارفه فلنه جوزك اللي هي بتبقى القطن البيضة ديت اللي هي الحمالات؟ اي واحده قديمه لا هتنفع، هقول لك ليه. هات نجرب ده. حمدي بيقولي مش هينفع عشان بتبقى تقيله سنه، لا في اللي هي الفلنه اللي هي الحمالات اللي هي البيضة اللي الرجاله بتلبسها دي، القطن بتاعها ما بيبقاش اللي هو مش زي التيشيرتات اللي هي بتتلبس للخروج. يعني لو تيشيرت ابيض قطن بيتلبس للخروج هتلاقوه اتقل. هيبقى حمدي عنده حق في حاجه زي كده، ان هتلاقي ان البخار ما بيدخلش للتيشيرت فمش هيسوي لك الكسكسي فممكن يخليه يعجن، لكن اللي هي الفالنه اللي هي الداخليه بتبقى اخف فهتلاقيها ان هي استوت معاك على طول. اي فالنه قديمه جوزك ما بيلبسهاش وتكون بيضه، اوعي تروحي تمسكي تيشيرت يكون لسه بجايبه جديد وتقولوا له اصل نونا قالت ناخد التيشيرت بتاعنا، هيدي عليا وعليكي فاحنا مش ناقصين. طيب هناخد التيشيرت القديم دوت نقصه من الجنب كده علشان يبقى حته كبيره، ونبدا ان احنا نجيبه نحطه على المصفه اللي احنا عاملينها، او نعمل كده اهو، واروح واخده الكسكسي اللي احنا عملناه وابدا ان انا انزله كده في نص الفالنه او في نص الشاش اللي انا هسوي فيه، واروح لماها كده زي السره او زي البقجه كده بالشكل ده كده، شايفين كده، والف كده ما اربطهاش، الف كده واروح ماسكاها حطاها على البخار بالشكل ده كده، واروح مغطيها. يبقى انا كده كتمت، البخار اللي طالع من الميه وهي بتغلي هو اللي هيسوي لي الكسكسي. افتح عليه بعد قد ايه عشان ارده؟ يعني ارده يعني اخبطه في بعضه كده عشان يفلفل معايا، لان انا بعد ما يستوي شويه كده هرجع ان انا ارده في المنخل تاني وارجع هسويه تاني، هو كده دقيق وميه وملح،
مش كسكسي، لسه ما تحولش كسكسي. فالصينيه بتاعتنا اهي، المنخل السلكي بتاعنا اهو، علشان هنستخدمه تاني علشان نرد عليه الكسكسي. بياخد ردتين. يعني ايه ردتين؟ يعني هو اتعمل دلوقتي كده 7 دقائق 10 دقائق بالكتير، ارجع ارده او اخبطه بس كده واروح مرجعاه تاني عشان يكمل تسويه بتاعته، وهوريكم الشكل بتاعه. طبعا انا مسويه اصلا، جايبين كسكسي جاهز، بس انا هوريكم المراحل بتاعت دي قبل ما ننزله للسمنه. طيب هنسيب الكسكسي يستوي على النار 7 دقائق بالظبط يا رغده، ونفتح عليه. تمام، هنيجي دلوقتي نعمل ايه؟ نعمل البليله. انا من عشاق البليله، صيف شتا ما عنديش فيها اي مشكله. تتعمل بقى بعصوره، تتعمل بليله بلبن، تتعمل بليله ساده، ما عنديش اي مشكله. احافظ ازاي ان البليله تفضل معايا اسبوع كامل او ازيد من اسبوع كامل في الثلاجه من غير ما تحمض ولا يجرى لها حاجه؟ اولا لو انت بتحب البليله بلبن، ما ينفعش ان انا احطها في الثلاجه لمده اسبوع باللبن بتاعها او بالحليب بتاعها، بتتشال ساده صافيه من غير اي حاجه، وما تحط لها السكر ولا تحط لها لبن ولا تحط لها اي حاجه خالص، بتتشال على الاساس بتاعها اللي هو ده. شايفين؟ بصوا القمح بتاعها وفشر ازاي ومفنش ازاي. شايفين؟ بصوا كده القمح معايا مفشر اهو ومفنش. طيب اعمل البليله ازاي؟ القمح هتجيبيه اكياس، هتجيبيه من عند العطار، لازم يتنقى كويس جدا جدا جدا. ليه لازم يتنقى كويس جدا؟ علشان القمح ابيض، فممكن لو في اي زلطايه او اي حاجه لا قدر الله انا ممكن ما اخدش بالي منها، فلا قدر الله تيجي تحت ضرسي من دروسي وعليه العوض ومنه العوض. فنخلي بالنا بالله عليكم عشان ما تتاذوش. عملناه كويس، غسلناه كذا مره، نبدا نغسله ونصفي الميه ونغسله ونصفي الميه لحد الميه بتاعته، واحنا بنغسله نقلب كده علشان لو في اي قشايه، في اي ترابايه، في اي حاجه يبقى تطلع معانا مع الميه. طلعت على الوش كده نصفي، نرجع نحط ميه تاني ونغسل ونصفي لحد الميه ما تبقى رايقه خالص. طيب بعدها بروح احطها على النار مع الميه واغطيها بالميه واحطها على النار تاخد غلوتين. اعملي الكلام ده من بالليل، اعملي الكلام ده من بالليل، تاخد غلوتين. بعد ما تاخد الغلوتين اقفل عليها النار وهي متغطيه وادخل انام بالسلامه، احلم احلام سعيده. اقوم الصبح هتلاقوها بالشكل ده، مفنشه ومفشره، ما خدتش وقت كتير على النار. تبداي بقى توظفيها، عايزه تاخديها زي ما هي كده مع معلقتين سكر في الكوبايه اللي هتاكلي فيها بس، صحتين وعافيه. عايزه تاخديها وهي كده، تحطي كوبايه شويه حليب معاها مع شويه الميه بتاعتها وتسكريها للكوبايه اللي هتاكليها بس، صحتين وعافيه على القلب. عايزه تاخدي نصها تحطيه في الخلاط تضربيه وترجعي ترديه تاني وتعملي لها شويه سحلب بودر مع شويه نشا مع شويه كريم شانتيه وتبداي تشكليها وتتقل معاكي وتبقى عصوره في اطباق وتزينيها، صحتين وعافيه على القلب. وظفي القمح زي ما انت عايزه، اهم حاجه تكوني مبسوطه ومطرح ما يسلي يمري انت ولا. طيب اشيلها ازاي في الثلاجه وازاي تقعد معايا اسبوع كامل او ازيد من غير ما تبوظ؟ هقول لكم حالا بعد ما نرد على مميه نقول لها صباح الفل يا مميه. صباح الفل يا سنونه. صباح العسل والجمال والحلويات على عيونك. الحمد لله على سلامتك. سلم عمرك يا رب من كل شر، وحشتيني وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا قلبي، ما نحرمش منك، تسلمي لي. ممكن بس اعمل الهدايا لبنتي يا سنونه؟ اه طبعا اتفضلي. هي اخبارها ايه الاول؟ وطمنيني عليها وعلى ابنها. الحمد لله الحمد لله يا كويسة. رب دايما بخير. سلم على حضرتك والله يا رب دايما كله. بخير يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. بقول لها مبروك يا رشا على الحمل الجديد بقى، هنعمل ايه؟ ما شاء الله إيه؟ الله هو اكبر الله هو اكبر. تعملي ايه في ايه؟ ربنا يبارك يا رب. معرفش بقى جت كده على طول بقى، يا يلا حبيبتي ربنا يبارك. ربنا يبارك، ربنا يحفظها يا رب ويتم لها على الف خير. ماشي يا حبيبتي، حبيبتي نورتيني نورتيني باتصالك. بصوا كده قبل ما نتكلم مع ممي ونبارك لبنوتتها على الحمل ربنا يتملها على خير، عملت ايه؟ عملت سكر وعندي الحليب. انا هشكل دلوقتي اصلا، او ان انا يعني هحل دلوقتي عشان ما شاء الله احنا كلنا هناكلها دلوقتي. طب لو مش هناكلها وانا مثلا على قدي، او عايزه ان هم هيفطروا بيها ولادي الصبح، اعمل ايه؟ تتشال في التلاجة على ابوها. يعني ايه على ابوها؟ يعني على الاساس بتاعها، ولا سكر ولا حليب ولا اي حاجه. تتساب تبرد، تتحط في حاجه ستانلس، تتحط في حاجه صاج او حاجه بلاستيك زي ما انت عايزه، بعد ما تبرد خالص ما تتحطش في التلاجة وهي سخنه، اغطيها واشيلها. هقوم الصبح مثلا هفطر يوم جمعه، هقوم الصبح قبل ما جوزي ينزل الشغل بتاعه عايز كوبايه بليله، ولادي قبل ما ينزلوا المدرسه عايزين كوبايه بليله، هاخد من الحله معلقه نظيفه زي عيوني، معلقه نظيفه زي ما بتعامل مع المربى، ما يكونش مطرحها اي حاجه، ما تكونش مبلوله، اخد بالمعلقه او بالكبشه على قد احتياجي، 3 افراد 4 افراد فرد واحد على قد احتياجي. ف
في حله صغننه كده، اسكرها لوحدها، ازودها شويه ميه، احط عليها الحليب، ده بس اللي انا هاكله، لكن الباقي بيتشال في الثلاجه، ما جيتش جنبه، تقعد معاكي للاسبوع. لكن لو حطيتي بقى معلقه مبلوله، كبشه مبلوله، سبتيها بالحليب بتاعها في الثلاجه وقلت ما انا هاخد واسخن منها على طول، هتبوظ منك مش هتبقى حلوه. فنخلي بالنا من حاجه زي كده. ننزل مقادير البليله معانا، تسلم ايدك. انا دلوقتي حطيت سكر على البليله وهبدا دلوقتي اعمل ايه؟ رغده، احنا مش عاملين عصوره يا قلبي. لا ليه؟ طيب رغده بتقول لي انا قلت ان انت هتاخدي جزء منها تعمليه عصوره. لا، خلي العصوره في موسم العصوره، تمام؟ طيب ساعه ما بنيجي نعمل عصوره ممكن نعدل المقادير يا حمدي لو سمحت؟ تسلم لي. لما نيجي نعمل عصوره محتاجين نشا، محتاجين كريم شانتيه، ومحتاجين بودر السحلب، لكن انا النهارده عامله بليله، فكل ده كده انا مش عايزاه. الا اذا كنت هعمل بليله واشيلها في الثلاجه للفطار، واعمل حبه عصوره كده اهوت، اشكلهم بالسحلب والنشا، وابدا اعملهم اطباق في الثلاجه لاي ضيف يجي ياكلها ساقعه كده بالهنا على قلبه. لكن انا النهارده المقدار بتاعي بليله، قمح اتغسل واتنقع شويه، وبعد كده رحت سلقاه لحد ما فشر كده، حطيت السكر بتاعنا، هبدا دلوقتي اروح حط عليه الحليب. ليه؟ لان احنا كلنا هنشربها دلوقتي كده، هنفطر بيها كده، مش هتتشال في الثلاجه. قمح ولبن وسكر بس كده، والميه بتاعتنا طبعا اللي سالقين فيها اهو، مش عايزه اكتر من كده. السكر بقى على حسب ما انت عايزه حطي، مش عايزه تسكريها خالص وعايزه تحط لها دلوقتي مثلا كده الحليب وتاخدي على قد ما انت عايزه، بس لو هتتاكل كلها في يوم واحد، لكن لو هتاكليها على مراحل وعلى ايام متفاوته لا، نحطها ساده. ونصبح على ام شيماء ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل، صباح العسل يا ست الناس، عامله ايه؟ سنة وانت طيبه وانت بصحه وسعاده وعندك الخير كله يا رب، تسلمي وتعيشي. وانت طيبه يا ست البنات، يا ست الكل، الحمد لله بخير. الحمد لله، وانت طيبين كلكم. وانت طيبه وبصحه وسعاده يا رب، ويديك الصحه والعافيه دايما. الله يخليك. ايه الجمال ده كله يا حبيبتي؟ ده جمال عينيك يا ست الكل، تسلمي. ما شاء الله عليك. تسلميلي، تسلميلي. ما شاء الله عليك. تكلمش منك يا رب. وانت طيبه يا ست الناس، تسلميلي وتعيشي يا رب. حبيبتي نورتيني، نورتيني باتصالك. بصوا هنا انا عملت ايه وانا بكلم ام شيماء. بصوا كده، ادي السره اهي، الشاش اللي احنا حاطين فيها الكسكسي. بصوا كده كتل، بصوا قاسي اهو ماسك في بعض. بعمل ايه وهو هنا كده؟ بس هي عشان سخنه، وهو هنا كده بعمل كده، شايفين الخطيتين اللي انا بعملهم دول؟ بصوا بيبدا يعمل كده. طيب فكيته من بعضه، استوى؟ لا ما استواش. امال انا عايزه ايه؟ عايزه المنخل والصينيه اللي انا اشتغلت فيهم علشان افتح ده كده، ودي تبقى اول رده. الرده الاولانيه دي ما كانتش رده، ده يا دوب بس نخل. بصوا كده منظره، شايفين؟ شايفين الشكل؟ بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي؟ مكتل ازاي؟ ابدا ان انا امسك الشاشه كده وابدا ان انا افرك كده عشان ينزل بالمنظر ده، بالشكل ده كده. وابدا بقى هنا كده، طبعا هو سخن ونخلي بالنا اهو، نرفع كده واعمل كده. خلوا بالكم دي اول رده معايا. عينيا الاتنين، حاضر. ما كبسي، عشان لو كبست، شايفين الكتله دي؟ انا لو كبست كده هتكتل في ايديا وتكور، لكن بصوا شايفين؟ بصوا انا بعمل ايه؟ انا مسكت الكتله اهي بفكها على المنخل. بصوا الناحيه الثانيه، بصوا كده يا حمدي معايا اللي بينزل، شايفين اللي بينزل؟ ده كده الكسكسي اول رده ليه، الكتله في ايديا اهي اهي. ببدا ان انا افك التكتيله بتاعتها على المنخل. بصوا مكتله اهي اهو، السلك نفسه بيفك معايا اهي، شايفين؟ لحد ما يبدا ان هو افك كله، شايفين اهو؟ شايفين اهو يبدا يفك كله، علشان اخد اللي نزل مني ده ابدا ان انا احطه في كده، ابدا ان انا احطه في الشاش تاني علشان يكمل تسويه. هو كده ما استواش، بصوا شايفين؟ شايفين كل دوت المفروض ان هو يفك كده على بطن ايدينا على حروف الايه،
شايفين؟ بصوا. نعم. عينيا الاثنين حاضر. زي ما انتم شايفين النهارده كده احنا عملنا الكسكسي ومستخدمه النهارده طقم الحلل بتاعنا العشر. بس انا النهارده مش جايه اكلمك على الطقم العشر، انا جايه اكلمك على الهديه اللي مع الطقم العشر. الهديه النهارده طقم توزيع تركي نازل مع الطقم بتاعنا اللي هو العشر قطع. طيب انت عامله ليه العشر قطع؟ امبارح كنت يا نونا بتتكلمي عن 23 وان هو ما شاء الله مكفي وموفي. طيب انا دلوقتي طقم الحلل بتاعي باظ، كنت جايباه ماركه ما عجبتنيش وماركه طلعت مش كويسه وباظ ومش محتاجه اجيب ال 23، اعمل ايه؟ هتجيب ال 10، 10 في مدور وفي مربع وفي الالوان اللي انت عايزاها. ونازل النهارده معاه طقم توزيع حلو جدا، بص طقم التوزيع اهو وراه. شايفين شكل طقم التوزيع؟ طيب الحلل بتاعتنا ادي حله عاملين فيها الكسكسي وحله حاطين فيها اللبن وحله حاطين فيها البليله وحله ثانيه ورا اهي، ادي اربع حلل يبقى كده ايه 8، وفي صينيه معايا حاطين فيها حاجات تمام، والطقم التوزيع احنا معانا 10 قطع مع الجريل طبعا علشان تشوي فيه او تقلي فيه اعملي فيه اللي انت عايزاه. طيب 10 قطع نازل النهارده بسعر حلو جدا جدا جدا، واسالي على العروض واسالي على كل حاجه، ممكن تلاقي شحن مجاني، ممكن تلاقي هدايا، بس الهديه بتاعتنا النهارده طقم التوزيع اللي احنا عاملينه. نوصل لكل حاجه عند سوق المطبخ دي منين؟ يا نونا من ارقام التليفونات، مش ارقام التليفونات بس، لا انت كمان ممكن تدخلي على الصفحه تشوفي كل اللي انت عايزاه. تشوفي كل اللي انت عايزاه، لان صفحه سوق المطبخ ما تعتبرش ان هي صفحه بتبيع حلل وبس، لا دي بتبيع كل اللي الستات عايزينه. بتبيع كل اللي انت محتاجاه، اجهزه كهربائيه، كاسات، كوبايات، حلل، كل الحلل اللي تتخيليها، عندك حلل الومنيا، عندك حلل ستانلس، عندك حلل الشاورما، عندك الصواني بالوانها باشكالها بمقاساتها كله، عندك كمان الاير فراير، عندك محضر الطعام، عندك الخلاط، عندك الفرن، كل دوت موجود في صفحة سوق المطبخ، صفحة شاملة متكاملة، كل اللي بتعمليه بتدخلي تدوري على كل اللي انت عايزاه، تبدأي تاخدي الصور بتاعته، تبدأي بعد كده تبعتي لهم على الواتساب أو تكلميهم على التليفون واللي انت عايزاه تطلبيه من عندهم، بيجيلك لحد باب البيت وانت قاعدة من غير ما تتحركي، كل جهاز وكل طقم حلل عليه ضمان مش أقل من 3 سنين، 3 سنين بسم الله الرحمن الرحيم. 3 سنين ضد عيوب الصناعه، بتجيلك الحاجه لحد عندك، واسالي لو في شحن مجاني، اسالي لو في هدايا اسالي، بس طقم النهارده العشر قطع اللي احنا بنتكلم عليه، عليه طقم توزيع هديه. طقم توزيع هديه زي ما انتم شايفينه كده ما شاء الله اللهم بارك عليه، بيجيلك لحد باب البيت. طيب الارقام بتاعتنا موجوده على الشاشه، 3 ارقام للثلاث شبكات نقدر ان احنا نتواصل بيهم ونطلب العرض ونطلب العرض يجي لنا لحد باب البيت. طيب جات لي رساله دلوقتي، بعيدا عن ان الطقم موجود 10 قطع وعليه طقم توزيع هديه ومنزلين عليه شحن مجاني، دي لسه جايه لي رساله، لا في جايه لي رساله اهم، ان احنا كمان وفرنا القطع الفرداني. يعني انت لو محتاجه جديده بالنسبه لي، يعني انا دلوقتي طقم الحلل مثلا عندي حله كبيره هي اللي باظت، اقدر ان انا اطلب سوق المطبخ واخد الحله الكبيره بس؟ عايزه الجريل، اقدر ان انا اطلب الجريل بس؟ عايزه مثلا حله وسطانيه اللي هي 28 مثلا والحله ال 22، اقدر اطلبهم لوحدهم؟ دي حاجه مش هتلاقيها عند اي حد، كل يوم في جديد، سوق المطبخ دايما متجدده، سوق المطبخ دايما بتحاول ان هي بكل الاوقات ترضي كل الناس وترضي كل الاذواق، علشان كده مجمعه لك تشكيله كبيره هايله من منتجات المطبخيه سواء اجهزه كهربيه او ادوات مطبخ، كل اللي انت محتاجاه هتلاقيه. حته الفرداني دي جديده بالنسبه لي، دي سهلت على ناس كتير ان هم لو مش عايزين الطقم كامل على بعضه يقدروا ياخدوا مقاس الحلل اللي هم عايزينه. النهارده العرض بتاعنا نازل عليه طقم توزيع هديه وكمان شحن مجاني، 3 ارقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقه العاديه، نقدر نتواصل بيهم دلوقتي ونطلب اللي احنا عايزينه. قلت لكم قبل كده ان صفحه سوق المطبخ الاقرب والاضمن والاوفر، ليه يا نونا؟ علشان اللي هتلاقيه في صفحه سوق المطبخ مش هتلاقيه في اي حته ثانيه، مش محتاجه تلفي وتدوري كتير ولا تحتاري، الدنيا بقت حر والموضوع مش محتاج فرهضه، تقعدي في البيت في التكييف بتاعك او في المروحه تبداي تطلبي الارقام اللي موجوده على الشاشه، لو سمحت انا عايزه طقم كذا، عايزه حله كذا، عايزه اعمل كذا، عايزه جهاز كذا، كل دوت يجيلك لحد باب البيت، شحن مجاني على الحاجه اللي هتجيلك ومعاهم كمان خصم كبير، ده غير الهدايا اللي بنطلعها في صفحه سوق المطبخ. الاضمن والاقرب والاوفر تبقى هي صفحه سوق المطبخ، صفحه شامله متكامله لكل حبايبنا اللي موجودين معانا ومنوريننا دايما في البيت.
ده كان عرض النهارده، حته الفرداني دي جديده بس ما شاء الله اللهم بارك. دايما بيفكروا ازاي ان هم يرضوا الناس ويرضوا اللي هم عايزينه، مش شرط ان انت تجيبي طقم كامل على بعضه، لا ممكن ان انت اصلا تاخدي الحله الوحيده اللي انت عايزاها بس او محتاجاها تاخديها. بس انا مش عارفه بقى هل دوت ماشي على كل اطقم الحلل ولا على الطقم ده بس؟ طب نعرف ازاي منه ونتاكد ازاي؟ بنتصل عليهم دلوقتي ونعرف هل الموضوع القطعه الواحده ده ماشي على كل الاطقم ولا اطقم معينه بس، وتبدا ان انتوا تختاروا اللي انتوا عايزينه ويوصل لكم لحد باب البيت ان شاء الله. عملت انا ايه دلوقتي يا حمدي؟ حطيت سمنه، وريحه السمنه ايه؟ مفحفح. حلاوه الكسكسي في السمنه البلدي. الريحه بتاعت السمنه دي هي بقري على فكره، عشان كده مسفره، بس ريحتها في منتهى الجمال. ببدا ان انا اعمل ايه؟ في ناس بتسخن كده السمنه وتبدا ان هي تنزل الكسكسي يبدا يتشرب وتمام وزي الفل، وتبدا تغرفه وتحط عليه السكر البودر من فوق وتحط كوبايات صغيره من الحليب. ده حاجه. تاني حاجه في ناس بتعمل ايه؟ بتبدا ان هي تاخد على القد. عملنا كسكسي، عملنا كميه كبيره، يتشال في التلاجه، يتحط معاه سكينه عشان خاطر امهاتنا ما يزعلوش مننا وعشان الكسكسي ما يتشمش. ناخد على القد، نعمل السمنه، نحط السكر البودر علشان ده ماشي. بيقولوها ايه؟ ملوش روح. الاكله دي ملهاش روح. يعني ايه ملهاش روح؟ يعني مش من النوع اللي انت تعمليها وتسيبيها في التلاجه يومين ثلاثه وتيجي تستخدميها بعد كده هتلاقيها زي ما هي، لا بيريح، بيبوظ بسرعه، فنعمل على قدنا. طيب السمنه كده تمام، هبدا ان انا انزل بالكسكسي لان انا عايزه اعمل الكميه كلها وعايزاه يبقى سخن، فهعمل كده بسم الله يا روحي على ريحه السمنه. يسخن ويشرب من السمنه ويبقى تمام وزي الفل، ونرجع من الفاصل نبدا ان احنا نقدمه بقى في الاطباق بتاعتنا مع الحليب السخن مع حبه السكر البودر مع الزبيب والسوداني. عايزه تعملي الجوز الهندي اللي انا بلسوعه ده، بيبقى في منتهى الجمال وبيدي تطعيمه تجنن. يلا بينا نطلع فاصل نظبط الكسكسي بتاعنا ونغرف البنينه بتاعتنا كمان ونرجع نشوف عملنا ايه النهارده. اوعى تروحوا في اي حته، مستنيكم. حلقة من حلقات مسببات السعادة، ريحة السمنة البلدي مع حبة الكسكسي اللي تسخنوا دول يا روحي مش قادرة أقول لكم. نعمل بقى ونوزع، عندك كندر ممكن تعمليه، ما عنديش أي مشكلة، اعملي الكمية اللي أنت عايزاها. على فكرة في ستات ربنا يديهم الصحة يا رب ويقويهم، بيجيبوهم في البيوت ساعة ما بيكون في فرح أو عقيقة أو مناسبة، بيجيبوهم في البيوت ومتخصصين أصلا بيعملوا الناس اللي هم الفلاحين اللي بيبقوا قاعدين في الأسواق بيبيعوا الكسكسي والفطير المشلتت والمخروطة والأدوسية والكلام ده كله، بيبقوا قاعدين في السوق. لو أنت عندك مناسبة أو عندك فرح كبير ومش عايزة تجيبي كسكسي جاهز من بره وشايفة إن هو الموضوع هيبقى غالي عليكي، بيبدأوا إن هم يتفقوا مع ست من الجمال اللي بيبقوا قاعدين في السوق دول، ويبدأوا إن هم يتفقوا معاها ويجيبوا لها الدقيق ويجيبوا لها الحاجه اللي هي عايزاها، ويبداوا تيجي عندهم في البيت بحاجتها بحالها بمحتلها وتعمل الحاجه في البيت عشان يبقى من زياده الفرحه والتجميعه بتاعه العيله. طيب في ناس كمان لو مش عايزه تشتري الكسكسي من بره جاهز بتعمل ايه؟ بتتفق برضو مع ست من الجمال اللي هم بيبيعوا الكسكسي اللي هم الفلاحين دول، ويبداوا ان هم تقول لها مثلا انا عايزاكي تعملي لي 10 كيلو دقيق، وهجيب لك قصادهم السمنه اللي انت عايزاها، وهجيب لك الحاجه بتاعتهم كلها وتعمليها وتجيبيها لي يوم كذا، وبتتفق معاها وبتديها المصنعيه بتاعتها وبتجيبها لها في البيت. الناس دي بتبقى حلوه قوي، وناس ما شاء الله جميله، وربنا يا رب يكرمكم الخير. ده بيبقى باب رزقهم ان هم بيبيعوا الفطير وبيبيعوا الكسكسي والادوسيه والكلام ده كله. صدقوني والله العظيم والله العظيم، لو في ايدك ان انت تكوني سبب في رزق الناس دي احسن بكتير من ان انت تروحي تتفقي مع محل كبير بياخد منك اضعاف اضعاف علشان الاسم بتاعه وعلشان الديكوريشن اللي عامله وعلشان الكهرباء اللي بيدفعها وعشان الضرايب اللي بيدفعها. فالاحسن والله العظيم الناس دي يعني تاخدي منهم دعوه حلوه وتبقي سبب في رزقهم احسن من اي حاجه ثانيه. فكروا في الموضوع، لو انتم مش تعملوا حاجه في البيت وهتجيبوها جاهزه شوفوا الناس دي، والله العظيم دي ناس ما شاء الله عليها. يعني ادي الكسكسي، حطينا السكر،
حبه من السوداني. موضوع الجوز الهند اللي انا بعمله للكسكسي بعمل ايه؟ بجيب حبه جوز هند ايا كان الكميه اللي انتوا هتعملوها، وببدا ان انا اجيب طاسه ما فيش فيها اي مواد دهنيه، وابدا ان انا احط فيها جوز الهند، وابدا ان انا افضل اقلب في الطاسه ديت اللي هي ما بتكون تيفال او ان هي ما الخامه بتاعتها ما بتلزقش، افضل اقلب فيه لحد ما يتحمر. اللسوعه بتاعه جوز الهند دي لما بتبدا بعد كده تيجي تحطيه على الكسكسي او تحطيه على اي صنف حلو، يا الله يا الله على الطعامه بتاعته. الناس اللي بتحب جوز الهند هتعشق جوز الهند اللي هو الملسوع المتحمر ده، بيبقى في منتهى الجمال. بتبداوا تحطوه على التزيين اللي انتوا عايزينه وبيطلع معاكم ما شاء الله، اللهم بارك. ما انا عشان كده حاطه لبن اهو ساده. حمدي بيقول لي في ناس بتحط عليه لبن، بيبقى اللبن الساده دوت حتى لما انتوا في ايه؟ دي عينيا، حاضر نعمل كده، بصوا كده. ناس حمدي دلوقتي بيقول لي في ناس بتحط عليه لبن، ما عشان كده احنا حاطين عليه لبن ساده، جنبيه لبن ساده. اللبن الساده ده ما بيبقاش فيه سكر ولا فيه اي حاجه خالص، والمحلات بتاعت الكسكسي لما بتيجي تبيع الكسكسي اصلا في العلب بتاعته بتطلع معاه ازازه بلاستيك صغيره كده فيها حليب وبيبقى سخن، علشان الناس لما تيجي تاكل تروح مفضيه الحليب على الكسكسي بالمكسرات بتاعته والكلام ده كله، ويبداوا ان هما ياكلوه كده. في ناس بتحبه كده، انا عن نفسي بصراحه اعوذ بالله من كلمه انا ما بحبوش بحليب، ممكن اشرب كوبايه الحليب جنبيه ساده كده، لكن ان انا احطها على الكسكسي ويبقى ماي ماي كده ويبقى خفيف كده، لا مش بحبه بصراحه. يلا بينا كسكسي وسمنة ولا ماشي تمام. الكسكسي الحلو معانا مقاديره بتقول ان احنا معانا ايه؟ معانا كسكسي من اللي احنا عملناه النهارده ما شاء الله اللهم بارك، سمنه مقدوحه، ومعانا كمان ايه؟ حليب دافي طبعا، ومعانا سكر بودر وجوز هند وزبيب. ده المقادير بتاعتنا. الكسكسي بقى عملناه ازاي؟ ما نزلنا مقاديره في الاول اللي احنا كنا واخدين ايه؟ بص كده يا حمدي، بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، بص المنظر، بصوا شايفين 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 الشكل عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين حاجه كده الله اكبر عليها، شايفين بيترد تاني. المفروض ان هو يتحط في المنخل، ودي اخر رده ليه اللي هو يتنخل بقى اخر نخله ليه، وتاخديه بقى تسيبيه يتهوى كده علشان ما ايه ما يكتلش مع بعضه، تسيبيه يتهوى ويرجع بعد كده بقى توظفيه زي ما انت عايزه. يعني ايه اوظفه زي ما انا عايزه؟ حلو حادق اللي انت عايزاه، انا ما عنديش اي مشكله. اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. النهارده عملنا بليله وعملنا الكسكسي من الالف للياء، اتمنى تستفادوا من كل حاجه بنعملها. شكرا لكل الناس اللي كلمتني النهارده، وتسلموا لي ويسلم لي كل الناس اللي بتتابعنا من كل مكان. اسيبكم بقى بخير، بكره عندنا مندي شيش طاووق، وعندنا كيك، وهنعمل كيك بكره بكذا شكل ان شاء الله باذن الله يعجبكم بمقاديرنا التقليديه ما بغيرهاش، وهنشوف هنتكلم عن ايه بكره وكل تفاصيل الحلقه. اسيبكم بقى بخير، ربنا يديني العمر واشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله، نتقابل على خير، واسيبكم في خير وربنا يحفظكم يا رب، واقول لكم السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.